اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. خليها سمك النهاردة. هتبقى سمك ماكريل. كلنا عارفين الماكريل ممكن يكون سعره زاد شوية في السوق دلوقتي بما فيه من قيمة غذائية عالية جدا، والثقافة الطهوية والثقافة الغذائية بتقول إن الماكريل غني بأوميجا 3، يعني وداعا للزهايمر. هنعمله النهارده مع بعض مقلي بالصلصه، ومعانا سمك فيليه قشر بياض هنعمله بالكاري مع الرز. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه جديده وبسيطه. البتنجان حبيب القلوب هنعمله النهارده سلطه بالزبادي، طبق مقبلات لطيف وجميل، والبتنجان ابو قلب ابيض اللطيف الحلو ده هياخد زبادي وتوم وعصير ليمون وزيت زيتون، بالتاكيد هيروح في مكان تاني. انا مش عايز اطول حضراتكم لان حلقتي فيها تفاصيل كتير وفيها شويه خبره طهويه باكله سمك غير مكلفه، اذا كان السمك الماكريل او السمك الفيليه في متناول الجميع. هتسمحوا لي اطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله ولكن تقدروا تعملي طعم جديد. كانوا نطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض ايه حكايه سمكه الماكريل. هل ممكن احنا ناكلها مشوي، ناكلها مقلي، ناكلها زيت وليمون زيها زي انواع بعض الاسماك؟ ممكن اه، بس افضل طريقه لعمل سمك الماكريل انا شخصيا بحبه مقلي او مشوي رده. هو كده، يا مقلي يا مشوي رده. ممكن يتشوي رده يا شيف؟ اه. تعالوا نشوفوا مع بعض على الشاشه. ماكريل وده متوفر في السوق، سمكه بتيجي مستورده، بتيجي كراتين مجمده، بتتخزن، بتتباع في السوق، موجودة كلنا عارفينها. كان سعرها رخيص بس سعرها غلي دلوقتي. معانا طبعا توم، معانا صلصة، معانا كمان بقدونس ناعم وشبت، ومعلقة من الطحينة، ومعلقتين من الزبدة، وزيت للتحمير. أما الصلصة طبعا طماطم مضروبة في الخلاط، وما ننساش طبعا واخدة توم واخدة زعتر. هي دي المقادير البسيطة السهلة، ولكن خلونا مع بعض ازاي نشوف هنعمله بطريقة جديدة. أول حاجة هاخد السمكة كده، وقبل ما اشتغل في السمك الماكريل متعودين من الشيف المغازي نعرف ازاي ان السمكة دي طازة ولا مش طازة بالملمس وبالشكل. بالملمس ادوس بصباعي عليها كده، علم صباعي تبقى السمكة دي طازة مش طازة. يعني اذا صباعي علم على السمكة تبقى معناها اللحم بتاعها ماير، دي رقم واحد. ماسكة نفسها زي ما انا ماسكها كده تعرف ان هي طازة وزي الفل، ما تلاقيهاش مدية شكل كفر او مدية مثلا شكل دائري. العلامة الثالثة في الماكريل المجمد بتبقى عينه حية بالشكل ده كده، السمكية بطنها نظيفة بالشكل ده كده اهو، حلو. فالسمكة دي طازة وزي الفل. انا هخلص من الراس بتاعتها، مش عايزها، حلو. انا مش بحب الراس بتاعة الماكريل، تبقى فيها شوية زفارة وملهاش عوزة من الاخر، لان السمك الماكريل في منصة الاتهام دايما بان هو زفر، وطبيعي ان الماكريل والتونه والسلمون بيبقى فيه شويه زفاره. شلنا الرز دي كده مش عايزينها، بلاها، ونشيل كل حاجه دي هنا مش عايزينها، ونشيل دي كده نوسع لنفسنا كده. الماكريل جاهز. حلو قوي يا عم الشيف. كل اللي انا هعمله دلوقتي هاجي على السمكه كده من عند ظهرها، واخد السكينه كده لغايه لما احس ان السكينه ماشيه في السلسله. نفس القصه اهو، اخدها بظهرها لغايه لما احس ان السكينه ماشيه في السلسله، وهكذا اهو. تاني كمان مره اهو، من عند الديل كده وانا ماشي اهو، السكينه ماشيه دلوقتي في السلسله اهو. هي دي الفتحه، دي مهمه جدا عشان التتبيله تخش جوه الانسجه بتاعه السمك اهو. حلوه اهو. تعالوا نتبل السمك ده بعد ما قطعناه بالشكل ده كده. حلو، خد دي كمان هنا معلش. توابلنا مع بعض كده واحده واحده اهو. تتبيله هنعملها مع بعض، والتتبيله دي مهمه جدا عشان السمك ده يتحمر. البهارات بتاعتنا والتوابل بتاعتنا، اذا كان كمون او كزبره زي ما انت حابه. خليها كده عشان مخرجنا عايزها تيجي مع بعض. حلو الكلام اه. ونعمل التتبيله كده مع بعض، شوية بابريكا مع شوية كركم حلوين، كمون، كزبرة،
فلفل اسود وملح، كل دول مع بعض التوابل الناعمه. حابب احط شويه زعتر عشان الزفره. توم طازه يا عم الشيف، معلقه معجون طماطم، كل ده زي الفل. عصره ليمون ومعلقه نشا صغيره. الله عليك يا عم الشيف، كل دي توابل وكل دي خلطه علشان اقلي بها المكريل ياخد في ليفر وياخد طعم تاني. خلص الكلام، نقلب دول كلهم مع بعض. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ مع بعض خطوه خطوه. حطينا بابريكا، كمون، كزبره، ملح وفلفل، معلقه كركم، ثوم مضروب ناعم او مطحون ناعم، عصير ليمون، معلقه معجون طماطم، ومعلقه نشا. كل دول في التتبيله. واشيل كل حاجه كده ونجيب الصينيه بتاعتنا من الفرن. صينيه حطيناها في الفرن بتسخن جامد عشان عايزينها تسخن. يعني سمك مقلي بالطشه. الصينيه في قلب النار زي الفل. بنحط زيت زيتون، اللهم صل على النبي. ادي زيت الزيتون شويه كده حلوين. بنحط على الزيت ده مكعبين من الزبدة، حلو. بنحط شوية روزماري حلوين. ناخد السمك بتاعنا ده كده، الله، بالتتبيلة دي كده جوه وبره. شفت ريحة الروزماري في قلب الزيت مع الزبدة؟ وننزل بالسمك بتاعنا ده كده. ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده يا عم الشيخ؟ نفس القصة، تتبيلة نفس القصة، تتبيلة السمكة خدت طعم، بقت معايا في الشكل ده كده. شوية التوابل دول انا عايزهم، هننزل بهم هنا كده. طبعا معلقه النشا هنا بتديني قوام للصلصه، بتديني بهريس حلو. بسيب السمك في قلب الزيت يتحمر، لازم نار شديده. خلصنا الشغل، نظافه ايدك اول باول، البلانشه اللي انت شغاله عليها. السمك بالذات لازم فيه تغيير مباشره على طول ما بين سكينه وبين بلانشه عشان عمليه الزفاره. احنا شغالين في ماكريل وسمك ماكريل، يبقى نغير البلانشه والسكينة مباشرة، ده الطبيعي عشان هنعمل سمك فيليه دلوقتي بالكاري. فطبعا طعم الكاري مع طعم السمك المكريل أكيد بيختلف. هنخلي السمك يتحمر بالشكل ده كده على نار شديدة أهو. حلو. هنعمل شوية صلصة دلوقتي للسمك ده كده عشان الصينية دي تخش الفرن وناكل الصلصة ونسيب السمك واحنا شغالين مع بعض. طاس على النار، ركزي معايا عشان في خبرة طهوية هنا بقى. حلو الكلام. كل اللي انا هعمله دلوقتي هاخد شوية بهريز من البهريز اللي نزل من السمك وزيت السمك اللي انا بحمر فيه، بحطهم هنا. شوية دول انا عايزهم بس خلاص، وارجعها تاني للنار. ليه عملت كده يا شيف؟ عايز احمر التومه بتاعه الصلصه في قلب الزيت اللي نزل من السمك وانا شغال كده. ده المطبخ، دول كفايه قوي عايزهم. حلو قوي. هنحط هنا فص توم، الشكل ده كده، مع شويه روزماري حلوين. بعمل صلصه انا للسمك الماكريل. شويه صلصه، شويه روزماري مع التوم وهو بيتحمر كده، مفيش طعم زفاره خالص للماكريل. وانا شغال. التقليبه دي حلوه. عندي زعتر فريش او يابس زي ده كده، عندي الفلفل الحلو ده كده، جوزك بيحب الحار حط ده في قلبيهم.
حلو قوي. ننزل بالصلصه بتاعتنا ده مع الماكريل. نسيبهم على النار كده. تظبيط التوابل بتاعتنا، بنقلب السمك. بعد التقليبة الحلوة دي كده بنحط الصلصة دي عليه ويخش النار. معلقة النشا اللي أنا حاططها مع الماكريل هي اللي تدي قوام للصلصة دي بعد ما تخش النار وتتسبك. الله على الريحة. أنا حاطط الفلفل زي ما هو. الفلفل ده لما يستوي في قلب الصلصة بالتأكيد بيبقى له طعم تاني. تعال نقلب السمك ده مع بعض كده، نفس القصة كده. الله، ونفس القصة كده. الله، ونفس القصة كده. الله، كل حاجة تاخد مكانها. اللهم صل على النبي. السمك في قلب النار والصلصة في قلب النار يا عم الشيف. تعالوا نحط الصلصة عليه ونأمن على الفرن بتاعنا. درجة حرارة الفرن عندي تكون 180. خلصت الأكلة اللطيفة الحلوة. تعالوا تشوفي تكلفتها المادية كام. كلام فاضي، ولكن الماكريل اللي قدرت ان انا اقدمه للأولاد النهاردة والجوزي بطريقة جديدة. والأهم من كده العدل بتاع الأكلة دي شوية رز مصري مسلوقين بالزيت، بلاش سمنة، رز مصري أو رز صيادية يفضل يعني. يلا بينا علشان ايه نحط الصلصة عليها بعد الغلوة الحلوة دي كده اهي. وانا شغال كده هو ده. ايه الحلاوة دي يا عم، ايه الجمال ده يا عم الشيخ. هو ده هو ده، خلصت الأكلة. عملنا المكريل بطريقة جديدة. أنا عارف إن الصورة مخرجنا متكيف منها. هسيبها كده بتغلي على النار. نفتح الفرن بتاعنا. الفلفل ده كده يتحط. الحاجات الحلوة دي تبقى حلوة على السفرة مع شوية رز. تفتح الشهية بدل طبق مخلل مش عارفين مصدره إيه، مش عارفين مكوناته إيه. السمك كده جاهز. درجة حرارة الفرن عندي 180. هندخلها الفرن عشان ناخد بعضينا ونطلع الفاصل بتاعنا الصغير، ونرجع بعد كده نشوف ايه موضوع الكاري مع السمك الفيليه. مكانه هنا في الفرن. اللهم صل على النبي. تبص عليه نظره الوداع. ماكريل بالصلصه بطريقه جديده او بالدمعه او بالتخديعه، بهديل الصعيد الجميل والريف المصري الجميل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل عمل السمك بالكاري. نروح على بعض المطاعم، على بعض الكافيهات، بنلاقي في طبق كده جانبي يقول لك والله عندي سمك فيليه بالكاري. الكاري ده مدرسه، الهنود شطار فيه جدا، بس احنا نغلب الهنود في اي حاجه. لما نيجي نعمل الكاري له اصوله. الكاري لما يتعمل له اصول. تعالوا نشوف هنعمل ازاي مع بعض سمك الكاري، بس انا هعمله بطريقه جديده النهارده. خلطه الكاري مع السمك الفيليه ومعاها رز، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. حاجه كده واخده على سكه البرياني بالسمك يعني. معانا سمك فيليه قشر بياض خالي من الحسك والشوك، معانا توم، ومعانا بصل، ومعانا كزبره خضراء، ومعانا لبن زبادي او لبن رايب. دي المقادير. والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه كمون، والكاري اساسي معانا يتصدر القائمه الاولى في التوابل والقرفه الخشب. هنعمله مع بعض ازاي؟ خلونا خطوه خطوه مع بعض. أول حاجة هننزل بصلصة الكاري، حلو الكلام؟ معانا بصل ناعم، حلو، معلقة زيت صغيرة. أنا عايزك تعملي الأكلة دي لولادك في الفرن يا غالي، لسه ما استواش، الماكريل لسه بدري عليه شوية. هننزل بالبصلاية الناعمة دي كده. عايزة طعم الكاري يبقى حلو، استنى على البصلة دي، اصبري عليها شوية. خليها تحمر شوية، تاخد سكة الصيادية، ما تستعجليش عليها، ده سر من الأسرار. والبصلة بتتحمر تعملي إيه؟ هو ده الكلام. انزلي عليها بشوية فليفر حلوين علشان عينك. حلو أهو. زعتر. قرفة خشب. حلو الكلام.
عود روزماري محترم ونقلبهم مع بعض. واحنا شغالين كده واصبري عليها برضه، بس هتاخد وقت يا شيف. تعلمنا من الشيف معلقه الزبده، هو ده. التحميره دي حلوه قوي واحنا شغالين كده فل. ونسيبها على النار شويه. ومعانا بقى في الكبه بتاعتنا حاجات لطيفه كده، معانا فلفل زي ده كده احمر رومي حلو، مع قرن فلفل حار زي ده كده، كل دول مع بعض. الحار ده اختياري، عايز تزوديه شويه مفيش مشكله. الكاري معروف عنه ان هو دايما بيكون سبايسي. هننزل بدول كده في قلب الكبه حلو، ونخلطهم كده مع بعض عشان يتخلطوا معايا سلام. بنحط عليهم شوية زبادي، ده الجديد، ومعلقة صلصة، ونقلب دول كلهم مع بعض. والبصلاية بتتحمر، تستعجلش عليها. خلص الكلام، بنشيل الصوص الحلو ده كده، نبص عليه وهو نازل على البصلايه. يلا اسس زيت المصورين، البصلايه هنا خدت لون، صبرنا عليها مع الروزماري مع القرفه مع الزعتر، مفيش ريحه للبصل خالص. ننزل بالصلصه بتاعتنا، هو ده الكلام. الله عليك. معلقه النشا في قلب الخلطه دي اللطيفه عشان القوام بتاعي يبقى لطيف ما بتبقاش مصيصه، ونقلبها كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. الصوص ده للامانه تاكل صوابع كره، خاف على صوابعك. ننزل بالكاري، هو ده. عندنا شويه بهريز بوكي جارنيه حلو، ونقلبهم كده. دي مرحلة، خلص الكاري اهو زي الفل. شفت الكاري اتعمل ازاي؟ ده كاري السمك. تاني عملت ايه يا عم الشيف عشان يهمني المعلومة توصل للسادة المشاهدين؟ بصل على النار مع زيت زيتون مع زبدة، خدت لون البصلة كأننا هنعمل رز صيادية. بعد كده خدت الزبادي مع فلفل حار مع فلفل أحمر رومي بس، وضربتهم في الخلاط مع زبادي. نزلنا بالكاري، معلقه النشا، شفت القوام عامل ازاي؟ ما هو القوام، شفت القوام عامل ازاي؟ مع الربن الرايب، حلو. الكزبره الخضراء بتاعتنا دي، صلصه الكاري جاهزه. تعالوا نعمل بقى السمك بتاعنا. حلو قوي لغايه كده يا عم الشيف، انت شاطر. خلاص شاهدنا لك، اركن ده على جنب. نجيب صينيه، اللهم صل على النبي، ونحطها هنا ونحط فيها الزيت ونرسم لوحة فنية. حلو الكلام؟ هنعمل دلوقتي شوية رز بالسمك والكاري بطريقة مختلفة. ادي عود روزماري حلو، بنحطه هنا، ونحط القرفة دي هنا، ونحط الفلفل الحار ده هنا، وانا شغال كده. وعندي السمك الفيليه بتاعنا اللطيف ده كده، بقطع الواحدة اتنين، ده قشر بياض، او فيليه بولت بتاعنا يبقى لطيف وزي الفل مفيش مشكله. قرن الفلفل الحار ده عايزه، بناخده برضو ونحطه هنا كده. السمك الفيليه زي ما هو كده بنتبله بشويه ثوم زي الفل، ثوم بس علشان انا عايزه ياخد طعم الكاري، ما تحطيش توابل، توم بس. وناخد السمك زي ما هو كده. الله، ايه الابداع ده يا عم الشيف؟ توم بس من فضلك.
لان عندي صلصة هتنزل عليه دلوقتي. الصلصة هنا سيدة الموقف. وسيبيه شوية، كل ده ملوش لازمة عندي. تبص على السمك المكريل، بص على المكريل. لكن اهم حاجة نروق الدنيا مع بعض. اخبار المكريل ايه؟ لا وجب. طلعوا مع بعض عينيا. وسع للكبير وصل. المكريل اللي هنا مكانه. يستاهل. صينية سمك مكريل عايزة شوية رز أبيض معمول بزيت ذرة. وقلب الصغير لا يتحمل. الله. صينية. بهديها للريف المصري والصعيد المصري. احنا المصريين نحب المكريل ونحب نشكل فيه ونلون فيه وكل حاجة حلوة. خلص المكريل معايا مخرج شاطر مدلعها اخر دلع. حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض حط عليها كده شوية ايه؟ بالزوم الشي. هو ده. خدرها عشان ربنا يخدر ايامك. حلو الكلام؟ اخبار السمك ايه اخباره؟ زي ما احنا كده شغالين زي الفل؟ تمام. ونحط الكاري. عينيا برنس والله حبيبي مخرجنا. شفت انا بعمل ايه؟ برسم. انا قلت مش هتبل السمك غير بفص التوم بس. ما ينفعش نروح النار من غير التوم، السمك الفيليه بالذات. رز مصري. اوبا. سلقناه مسبقا. جاهز معانا. كل اللي انا هعمله دلوقتي ابدا ارص الرز هنا. الله. بقى يا شيف الاكله دي سهله، انت عملتها ما كملتش 5 دقايق. بس تعالى دور عليها في اي بحث بقى من الابحاث بتاعتك مش هتلاقيها. لسه ما خلصتش يا فندم. عندي صلصه الكاري. الله. في قلب الرز. في قلب الرز. زي ما انا شغال كده. حلو. كل اللي هعمله دلوقتي احط شويه رز كمان. السمك فين؟ في قلبه. والله ممكن تكتري كميه السمك شويه يعني، انت كريمه واحنا نستاهل كرمك. حط كيلو فيليه، 2 كيلو فيليه، محدش هيقول لك حاجه يعني. نضغط عليه كده. كل القصه يا عم الشيف دلوقتي. معايا البوكيه جرنيه بتاعي. الرز هنا 3/4 سوا من فضلك. ما يكونش مستوي جامد. عشان لسه هياخد شقشاء شوربه. يكمل سواه مع الصلصه. وهندخل الصينيه دي كلها كده زي ما هي الفرن. في درجه حراره 150 على الهادي. يلا بينا. يلا بينا. اخبار الفرن ايه؟ هو ده. ده الكلام الحلو. درجه حراره الفرن عندي 180 150 خليها هدي شويه. هناخد الصينيه الحلوه اللي فيها الابحاث العلميه كلها، فيها الخبره الطهويه، فيها طعم جديد للكاري مع الرز المصري. الله. بص عليها. العب. يلا. ايه ده؟ موسوعه فنيه طهويه في قلب الفرن. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل البتنجان ابو قلب ابيض زي الشيف المغازي كده اهو. هنعمله النهارده بطريقه جديده، نوع من انواع المقبلات على السفره، وهو ده عدل السفره، سلطه الطحينه، بابا غنوج متبل، مدرسه البتنجان كلنا عارفينها، احنا المصريين شطار فيها. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير. تروحوا بعيد تمام. We'll be right back.
رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وقولوا بسركم يا بختك يا ماكريل، متدلع اخر دلع. شفتوا الاهتمام بيه ازاي؟ سمكه لطيفه وجميله، الحسك فيها محسوب، يعني السمكه ما فيهاش اكتر، انا عديتهم والله 16 حسكايه من اللي هم الطوال اللي هم بيبقوا في بطن السمكه، زائد السلسله. في كل ناحيه من بطن سمكه بتلاقي 8 تقريبا، مع السمكه الكبيره اللي هي وزنها تقريبا نص كيلو. انا بعشقه، انا اهم سمكه الماكريل. لو قدامي جمبري وقدامي ماكريل والله العظيم باكل الماكريل للأمان، عشان بس تعرفوا المصداقية والشفافية. الماكريل جاهز معايا، واحبه سبايسي كده مع شوية رز أبيض بس سادة، وكل خمس ست سمكات بألف أنا وشفا، محدش يحسدني. تعالوا نعمل البتنجان النهاردة بطريقة جديدة، بطريقة جديدة هنعمل بتنجان النهاردة. تعالوا نشوفوا هنعمله مع بعض إزاي. حلو الكلام؟ اه. معانا بتنجان، هو طالع نزل هو بتنجان. معانا توم. وين مش هشيل حد يشيل بتنجان، شيل لحمه، شيل جمبري، احمل انما بتنجان اهو سيبه لك للصبح اهو، جيبه طازه زي الفل. ومعانا توم، معانا قليل من الشبت والبقدونس والجرجير، الله حلو قوي. هنعمل الطبق ده ازاي؟ تعالوا نشوفه مع بعض. وطحينه طبعا وزبادي في المقادير. اشتغل في البتنجان؟ اه مش هاجي جنبه غير لما تقول. حلو، ادي البتنجان ابو قلب ابيض ده كده. الله، انت بتقول لي يا مصطفى في بذر بتنجان زي الفل. اه قطعها كده. بتنجان ده بيتغسل يا ست الكل، بيتجمع من عند الراجل الفكهاني يتغسل، وبعد ما يتغسل يتنشف بمنديل او بشاشه من فضلك، اه عشان تعرفي تقطعيه، ما تقطعوش وعليه ميه، وزي ما هو كده بدون ما تحط عليه دقيق ولا تحط عليه اي حاجه، هو في قلب الزيت مش حط عليه حاجه خالص، اه لانه لسه هيخش نار تانيه. حلو، نفس الطريقه. قصه البتنجان بيشرب زيت والجو ده خالص؟ لا خالص، انت اهم حاجه الزيت بتاعك يكون شديد الحراره، اه، وما تحطش عليه ملح قبل الاليه، لانك لو بتحط عليه ملح رقم واحد بتفقدي جزء كبير من السائل بتاعه، كده بتاكل البتنجان لون بس، انما كقيمه غذائيه فقدت تقريبا 50% من القيمه الغذائيه بتاعتك، نزلت في المصفى اللي انت حاطه فيها الملح. اه مع بعض. حلو، دول كفايه على قد نقطع دي كمان، ما لهاش حاجه. انا مش عايز احمره جامد، في صينيه تانيه على النار. بتنجان، طبق مقبلات على السفره بتاعتك بطريقه جديده. اه زي دول كده هم برضه، واغمره في الزيت كده زي الفل، واسيبه يتحمر وانساه شويه. هو بيتحمر اقلب فيه كده من وقت للتاني، انا عايزه بس يفك يبقى طري، مش ياخد لون، مش هعمله مسقعنا، خلي بالك. اه هنجهز له حاجه تانيه على النار واحنا شغالين كده. حلو، ونروق مكان ما اشتغلنا. حاضر، عينيا عايز اشوف الرز بالكاري. اديني التايم بقالنا قد ايه؟ 10 دقايق؟ اديني 5 دقايق من ال 10 دقايق وهنطلع الرز. تعالوا نعمل الخلطه بتاعتنا، زبادي وطحينه ودبس الرمان. زبادي وطحينه ودبس الرمان. أول حاجة الزبادي، تاني حاجة الطحينة، كفاية وادي دبس الرمان، ثلاثة زبادي طحينة دبس الرمان. معانا صينية على النار، نجيب مضرب نخلط ده كده. بتنجان بشكل وطعم جديد، لما بقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير مش من الفراغ. آه. شايف اللون ده؟ آه. زبادي طحينه دبس الرمان،
والبتنجان بيتحمر في قلب الزيت. شوية شبت صغيرين ونقلب. شوية الملح الحلوين، لأن مش حاطط ملح على البتنجان، والفلفل الأسود الحلو. حلو كده، أنا طعمت الزبادي وسنة بابريكا صغيرة، ونقلب دول كلهم مع بعض. لا مش هحط توم، أنا مش بعمل بابا غنوج يا شفيق، الله يهديك. اه حلوة الخلطة دي، تمام زي الفل. معانا صينية على النار بتسخن، هو اللغز هنا والشياكة هنا. أنا عارف إن أنتوا بتحبوا البتنجان، بتحبوا تشكلوا وتلونوا فيه. الخلطة دي خليها على جنب كده. عايز معانا توم، صينية شديدة الحرارة، ولادك ما يقربوش منها. خلوهم يسخنوا جامد جامد. اخبار الفرن ايه؟ بص على الفرن، ليك شو في جوه حاجات، خلي بالك في هوبر. نقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم، جهز طبق التقديم. يلا نشوف الاخبار، الرز ايه؟ خرجنا عايز يشوف السمك. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال يا باشا. الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل عام وحضراتكم بخير. بدأنا في العشرة طبعا، الأيام المباركة، الأيام الجميلة، كلنا نجتهد لعمل الخير، نصوم، نعزم، أيام حلوة بتفكرنا بشهر رمضان. كل عام وحضراتكم بخير، وعيد أضحى علينا جميعا بخير يا رب. معانا الطاسة أو الصينية شديدة الحرارة على النار، خلي عشان بس هنا في تركية، بحط كده عود روزماري حلو، الله، وفص ثوم حلو، واتدلع كده أنا وقت. ده ثوم وزيت وروزماري، ثوم وثوم وزيت وروزماري. حط شوية زيت تاني وانا واقف بالسله كده. بس التوم ياخد لون كده، شم ريحه التوم مع الروزماري. وانا بقلب. والله انا هنا يعني ايه، بسلي وقتي. شفت الحاجه واقف على النار كده اعمل حاجه حلوه. شفت التومه مع الزيت، رايحه جايه. ننزل العب يا سمك. هو ده هو ده هو ده. التقليبة دي برضه طبعا، التوم هنا بيدوب على طول مع الخلطة دي، خلي بالك. حلو اهو. نعمل ايه يا عم الشيف؟ اخبار البتنجان في قلب الزيت. هي دي التحمير اللي انا عايزها. البتنجان هنا دايب اهو. صفيه بالراحة. نعم حاضر، والله انت ابن حلال. عايز تشوف الرز؟ مش عاجبك الصينيه انا عارف. حاضر امر. هنا بقى انا شخصيا لو هاكل هاكل الرز، السمك مش هقرب منه، هسيبه للاطفال بيفرحوا بالسمك الفيليه. انا يهمني شويه الرز اللي واخدين بطعم الكاري وطعم السمك وفيهم خبره طهويه. وصوص الكاري اللي انا عامله ده كده. خرجنا قال لي سيب اللي في ايدك وعايز اشوف الصينيه. معاه حق، هو انا هقطع على صينيه؟ عايز اشوف حاجه حلوه. الف انا وشيف. خلصنا من الرز مع السمك بالكاري. ما تاكلش سعفان من الرز ده يا شيف. حلو، هنعمل ايه؟ لا اله الا الله. هنجيب البتنجان بتاعنا ده كده نصفيه، بمصفى حلوه، ونحطه في قلب الخلطه دي كده. طبعا الاكله دي تتاكل بارد، يعني بعد ما تاخد الطبخة على النار ونقلبها دلوقتي وندورها بالطحينة والزبادي،
بتتحط في صينية وتبرد في التلاجة، حطها في التلاجة رايحة جاية عليها كده بألف هنا وشفا. الباذنجان هنا أنا عايزه طري مش عايزه متحمر، لأن هرسه دلوقتي بالشوكة في قلب الطحينة، في قلب الزبادي، في قلب دبس الرمان، فص التوم اللي في أرضية الصينية اللي عامل قلبان مع روزماري عشان ما نشمش ريحة التوم وانت بتاكلي. بالعكس السواد بتاع الباذنجان جمال، ما نقشرهوش، أنا مش بحب أقشر الباذنجان على فكرة، لا في مسقعة ولا في مقلي، بحب القشرة بتاعته. ونهرسه مع بعض كده الله، واحنا بنهرس كده الصينيه بتلف لوحدها. شفت اللون ده؟ هو ده الف هنا وشفا للي ياكل منه. ده يتحط في التلاجه يطلع زي الايس كريم كده، العيش البلدي بتاعنا بالمعلقه تاكليه، بروتين حيواني موجود، طحينه اوميجا 3 يعني جمبري جامبو موجود، اللي هو الزبادي اللي هو الطحينه اللي هي السمسم والزبادي البروتين الحيواني، عشان بس اللي قاعد بيتابعنا دلوقتي يقول لك شيف بيعمل لحمه ولا ايه؟ ما انا بشوف فلاسفه كده لما اقول بروتين حيواني يقول لك يا عم الباذنجان ماله ومال بروتين؟ الراجل ده بيخترع بيألف ايه ده؟ لا انت لازم تدرس مطبخ كويس عشان تسمع الشيف المغازي. التوابل دي كلها مع بعضيها زي الفل، هنقدم الصينيه دي كده بس خلاص. تعالوا نقدمها جاهزة زي ما هي كده تتقدم، أو ممكن نقدمها في طبق مع جرجير. معانا وقت مخرجنا، عايز أعمل طبق حلو كده، عايز أعمل لوحة فنية حلوة أوي. تمام الله يبارك لك، يستاهل والله. سرفيز السمك ده مش للسمك وبس، للخبرة الطهوية. جرجير لا والله، الطبق الرز ده عايش شوية جرجير كده حلوين جنبه، حكاية. وأنا بحب الجرجير دايما مع السي فود، عدله مش الخس، الجرجير والليمون طبعا. حلو، طالما معانا وقت نرسم معاكي وقت، زين الطبق بتاعك. وقف في المطبخ رايقة وفايقة كده. الليمونة دي مطلوبة زي ما هي كده، شفت الطبق على طول بياخد لون تاني وشكل تاني. ألف هنا وشفا. نيجي للموضوع، حاضر عينيا يا فندم. لكن الماكريل اللي عايز ليمون، الماكريل اللي دخله ليمون في التتبيلة. ناخد الجرجير كده بالشكل ده كده، نشيل السلطة اللطيفة دي، نغرفها في قلب الطبق. خلي بالك كنت بتغرفي الباذنجان ده، أنا قلت ده يتاكل بارد أو سخن، بس أيهما أفضل؟ يتاكل بارد. الله، الله، ده هوبر لحمة، بس أنا عايزك كده بجد، دي هوبر لحمة مش باذنجان. ألف هنا وشفا. في كل العناصر الغذائية اللي ممكن تحلمي بيها. مطبخنا النهاردة على شاشة القناة الأولى. في تفاصيل؟ في تفاصيل. والتفاصيل تفاصيل صغيرة. بتكلفة مالية قليلة. عملنا صينية ماكريل بهديها للريف المصري والصعيد المصري. حبايبنا اللي بيحبوا السمك الماكريل، أنا بعشقه. أكلتي المفضلة. كل أم بتسمعني، كل حد بيسمعني، دي أكلتي المفضلة. عملت شوية رز بالكاري بطريقة جديدة، السمك الفيليه بتاعنا باين، ممكن فيليه قشر بياض، فيليه بولتي، خير مزارعنا، ده كله موجود مفيش مشكلة. ولكن اللي عاجبني أول باذنجان هو ده الموضوع، عايز شوية العيش وبألف هنا وشفا. رؤية فن، في فن، في خبرة طهوية، في إبداع. بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.